قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أعقاب الهجومين اللذين استهدفا سفارة الرياض وقنصليتها في مدينة مشهد. واتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بتوزيع الأسلحة وإنشاء خلايا إرهابية في المنطقة. وقال الجبير إن بلاده أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وكان متظاهرون في طهران اقتحموا السبت السفارة السعودية، في حين هاجم آخرون قنصليتها في مدينة مشهد. بعد اطلاعكم على تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها ممثليات المملكة في إيران، أود الإشارة إلى أن النظام الإيراني يحمل سجل طويل في انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومن ذلك على سبيل المثال احتلاله للسفارة الأمريكية في عام 79 ميلادي، والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011 ميلادي، ويوم البارحة الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد. كما أن هذه الاعتداءات تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة. إن هذه الاعتداءات تعتبر استمرارا لسياسة النظام الإيراني العدوانية في المنطقة التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها وإشاعة الفتن والحروب بها. وهذا الأمر يؤكد توفير نظام إيران بلاذا آمنا على أراضيها لزعامات القاعدة منذ عام 2001، كما وفر النظام الإيراني الحماية لعدد من المتورطين في تفجير أبراج الخبر عام 1996 ميلادي. والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة. كشف الدكتور عماد المدني القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي أن الدبلوماسيين السعوديين الذين وصلوا إلى دبي أمس هم الدفعة الأولى فقط من منتسبي سفارة المملكة وقنصلياتها في إيران، مبينا أن الدفعة الثانية ستصل إلى دبي مساء اليوم، حيث يجري التنسيق مع حكومة دولة الإمارات التي تشرف على نقلهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته أخبار الآن مع المدني في وقت سابق. الحقيقة طبعا هذا الجزء الأول اللي وصلوا أمس مع عوائلهم، إحنا كنا حريصين على الجزء الذين يعني كانوا مصطحبين معهم عوائلهم في طهران وأطفالهم، هذه كانت الدفعة الأولى. نحن نتوقع إن شاء الله وصول دفعة أخرى كبيرة، احتمال الآن يجري التنسيق حول هذه الأمور مع أيضا الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة والخطوط الإماراتية، وعلى أساس أنه توصل الدفعة الثانية والأخيرة مساء هذا اليوم إن شاء الله.